تعامل وكان تعامل كما قال زكريا تعامل اللي كان عائلي، وكنا داز الفيلينغ مزيان، كنا مفاهمين بعضياتنا، داز داكشي كلشي بخير وكلشي مزيان، وهادشي اللي كان. اغنيتي جديدة هي تاني اغنية ديالي سميتها قالولي، كانت فيتشورينغ مع زكريا البنج. الاجواء ديال التصوير كانوا اجواء اليوم مزيانين، وكان كنا كانوا اجواء اليوم عائلية وبروفيسيونيل في نفس الوقت. ممكن هو كانوا جاوني شي عروض، وان شاء الله ممكن علاش لا، مي دابا كنحاول نتفوكاليز اكثر في الغناء. كنشوف راسي بانني تعرفت اكثر على الجمهور ديالو، حتى الجمهور ديالو تعرف عليا اكثر، والصراحه كاين واحد لافونتاج والحمد لله حنا غاديين. صراحه ما كانت حتى شي انفيتاسيون في الاول، بالعكس كان واحد لامي اون كومون اللي هو عرفنا لا قبل ما نتلاقاو، كان هو اللي هضر عليا معاه ودار نفس الطريقه معايا، وتلاقينا وهضرنا وقررنا نديرو فيتشرينغ. كاينين مشاريع مستقبليه ان شاء الله، كنفكر هذه المره ندير شي اغنيه اللي هي مغربيه، وكي حتى لدابا مازال ما كاينه حتى شي حاجه لي سور، مازال مع الوقت وان شاء الله تشوفوا. انا كنقرا في ثوازيام اني لوجيستيك في الجامعه الدوليه للرباط. ضروري نتخرج بعدا نكمل قرايتي الاولى ونتخرج ونخدم، ضروري ما نخدم في هذاك الشيء اللي قريت، وفي نفس الوقت الفن حتى هو كل حاجه وقتها. بغيت نقول شكرا للانفاس حيت استقبلوني اليوم، وبغيت نقول شكرا للجمهور ديالي، وبغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله، وبغيت نقول لكم عاوتاني بان كاين الجديد وستيتون ان شاء الله، نتمنى نعيش بكم. شكرا.